مهندس الشرطة، بما ان حضرتك دفاع عن المبني عليه في قضيه تفر شبرا، القضيه المعروفه طبعا اعلاميا واللي لاقت جدل واسع حول القضيه دي، ممكن حضرتك تعرفنا حضرتك الموكل عن عرفنا بنفسك الاول؟ طبعا مبدئيا مستر محمد مصطفى المحامي، محامي المدعي المدني المبني عليه بموجب طبعا التوكيل الرسمي طبعا. تمام. احنا مبدئيا كنا حابين نتكلم في مواضيع كتير او تفاصيل كتير، او ايه هي ربط الاحداث ببعضيها، عشان خاطر احنا طبعا السوشيال ميديا اثار الجدل، ناس كتير بقت تتكلم في حاجات في بعضها صحيح في بعضها مش صحيح، فاحنا النهارده هنتكلم في تفاصيل معينه كده كده الحكايه كلها بقت عارفاها والدنيا كلها بقت عارفاها، فهنتكلم في تفاصيل معينه ايه اللي ربط المتهم طارق بالمتهم علي الدين بتاع الكويت، وايه علاقه المتهمين المحبوسين الباقيين، كل واحد دوره ايه في القضيه. عايزين نعرف يعني اقوال طارق اللي هو المتهم الاساسي في القضيه، عايزين طرف على جميع مفتقدي الواقعه او ما يشاركش الصوره كامله. احنا عندنا 5 متهمين في القضيه دي. 5 متهمين؟ 5 متهمين. مين هم؟ طارق اللي هو المتهم الاول، وعلي الدين محمد اللي هو المتهم الثاني اللي هو الطفل بتاع الكويت، تمام، ووالده محمد علي، وعلي عصام اللي هو عامل ديليفري الصيدليه، ومحمد عزت اللي هو الشخص اللي قتل طارق الى منطقه شبرا الخيمه. طبعا طارق مبدئيا كان بايع كليته. طارق اللي هو المتهم؟ طارق المتهم ده كان بايع كليته بورق قانوني، بورق رسمي، انا النهارده لو عايز ابيع كليتي او اتبرع بكليتي ابتدي اعمل اقرار في الشهر عقاري وبعمل محضر اثبات حاله في الاسم، ورق رسمي طبيعي جدا. كان باعها قبل ارتكاب الواقعه؟ قبل ارتكاب الواقعه مده قد ايه مش عارف، باعها قبل ارتكاب الواقعه وقبض مبلغ وقدره. مقابل المبلغ ده هو اشترى عفش في البيت عنده، شقه عنده ارتكب بيها الجريمه. طارق طبعا لما الاموال دي خلصت منه ابتدت ان هي تتناقص، ابتدى طبعا ان هو يبيع في العفش اللي هو جاب فيه تاني. تمام. باع العفش اللي هو جاب فيه، اتخانق مع صاحب القهوه فمشي زي ما الناس كلها عارفه، فلجأ لمحمد عزت اللي هو المتهم الخامس اللي جابه منطقه شبرا الخيمه. لجأ له بصفته ايه؟ بصفة محمد عزت ده سمسار اعضاء او سمسار اعضاء بشرية. هو اللي كان بيع له كليته. هو اللي كان معرفه ازاي يبيع كليته بطريقة قانونية. تمام. ولكن محمد عزت عشان برضه نبقى واضحين ليس على علاقة بذلك الجريمة. يعني ما يعرفش أي حاجة عن الجريمة دي. أو ما يعرفش أي حاجة عن اللي طارق هيعمله. ولكن هو سمسار اعضاء بشريه وده مثبت في التحقيقات. مثبت في التحقيقات وهي دي التهمه اللي متوجهه له. تمام. فاحنا النهارده احنا بنتكلم الكلام ده من واقع الاطلاع على اوراق القضيه. تمام. بالنسبه للمتهم طارق طبعا لما حصل كده ابتدى ان هو طبعا يشوف هيعمل ايه، عايز فلوس تاني هيجيبها منين، فنزل بوست على الفيسبوك على جروب تجاره الاعضاء البشريه. تمام. انا عايز ابيع فص كلى، فص كبد. تمام. عايز ابيع فص كبد. ده بعد ما باع كليته. بعد ما باع كليته الفلوس خلصت منه. من هنا المتهم الثاني علي الدين تعرف عليه. ده الطفل اللي في الكويت. الطفل اللي في الكويت. اه. من هنا هو تعرف عليه. ايه اللي حصل بينهم بقى يعني؟ من اللي حصل بينهم تعرف عليه عن طريق الفيسبوك، تواصل معاه. انت ليه عايز تبيع الفص الكبد؟ انا محتاج فلوس. طب ما في حاجات ثانيه ممكن تجيب لك فلوس من غير ما تبيع حاجه. فايه الحاجات التانيه؟ احنا محتاجين طفل ناخد منه عينات، ناخد منه يعني عينات دمويه. كانت بعينات لطفل. اه. طب خلينا نفهم بالراحه، علاقه المتهمين قبل ارتكاب الواقعه كان بقد ايه؟ علاقه المتهمين على حد التحقيقات اللي احنا اطلعنا عليها، علي الدين ده اتعرف على طارق قبل ارتكاب الواقعه ب 24 ساعه. بس. طيب هل بقى يعني التحقيقات اثبتت ان علي الدين هو اللي تواصل مع طارق ولا والد علي الدين هو اللي تواصل مع طارق؟ لا علي الدين، لان برضو في ناس يعني في اكيد اراء كتير بتقول ازاي طفل عنده 17 سنه او 16 سنه هيدخل على الدارك ويب، والدارك ويب ده بيبقى محتاج مواقع وحاجات صعبه. بص علي الدين ده، علي الدين ده شاب مرفه عنده جميع الامكانيات، تعلم، مثقف، ذكي،
رغم انه سنه صغير وبعدين كان بيكلم طارق مش على سمه ان هو علي الدين، على سمه ان هو دكتور علي كمان، يعني هو بيتواصل مع طارق على سمه ان هو دكتور او دكتور طب تشريح او الكلام ده كله. فهو موصل لطارق ان هو دكتور وفاهم في الكلام ده وازاي بيعمل الكلام ده والحاجات دي مش غلط او الحاجات دي مش خطيره او الكلام ده. ترى ان هو يضحك على طارق وهم بفلوس ان انا هديك 5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه هو الكلام ده كله. 5 مليون جنيه مقابل انه يجيب له طفل ياخد منه عينات ولا انه مقابل انه يخلص حياته؟ مقابل ان هو يجيب ياخد منه الاعضاء بتاع الطفل. تمام، مقابل ان هو ياخد منه اعضاء بتاع الطفل. طيب في سؤال الناس كلها بتساله، الناس كلها مش لاقيه رد، هل طارق هو اللي عمل كل ده بنفسه لوحده بالظبط؟ العمليه اللي تم بقى تشريح الطفل هي عمليه باحتراف وتقريبا متخصصين ولا طارق هو اللي شارك؟ هو طارق اللي عمل كل ده لوحده لوحده، دي الحقيقه. ودي الحقيقه. طب انا الكلام ده بقوله من عندي؟ لا مش بقوله من عندي، انا بقوله من ورق واثباتات وادله وفيديوهات. يعني عمليه تشريح موجوده طفل في قلب تحيات النيابه العامه، عمليه تشريح طارق تم من طارق قام بالمهمه دي كلها لوحده، طارق اللي قام بالمهمه دي كلها لوحده. طب هل اعتدى على احمد او عذبه او عرض احمد للتعذيب قبل ما ينهي حياته ولا لا؟ هو اشرح لنا الطريقه اللي هو خلص على احمد بيها بدون دخول في تفاصيل. طبعا عشان اهل المتوفي يفرق معانا برضو نعرف اذا كان احمد تعرض لتعذيب قبل الوفاه ولا لا. احمد كان واخد شريط منوم في عصير ولسه ما اثبتناش اذا كان هو ده اللي ادى الى الوفاه ام التشريح اللي عدى الوفاة، لسه ده كل ورق لسه. بس اكيد ان هو المتهم اداله شريط منوم في قلب كوبايه عصير. نيمه بدا يعمل فيه اللي بيعمل. لا نيمه ابتدى ان هو بقى طبعا بتعليمات من المتهم الثاني اللي هو علي الدين ان هو ابتدى بقى ازاي تعمل ايه وتعمل ازاي وتجيب ايه بدون دخول في تفاصيل. طيب تفاصيل التشريح، تفاصيل تشريح طفل زي كده حاجه دقيقه جدا. اكيد واحد زي طارق ما عندوش الامكانيات ان هو يعملها، عملها ازاي او استعان بايه؟ طارق كان بيتكلم مع علي الدين على سمه ان هو دكتور وكان بيسمع كلامه وكل التوجهات دي من علي الدين. تعمل ايه او تفتح منين او كان بيبعت له فيديوهات شرح للحاجات دي؟ لا من عن طريق يعني عمليه التشريح تمت تحت ارشاد المتهم الثاني. بالظبط كده. طيب عايزين نعرف نقطه مهمه برضو، هي علي الدين اعترف في التحقيقات وقال انه ارتكب الجريمه دي اكتر من مره. هل تم الكشف عن قضايا اخرى زي غير التحقيق؟ يعني لسه ما فيش اي جريمه تم اثباتها ان حصلت داخل مصر. جرى التحقيق فيها ولكن في نقطه معينه كنا عايزين نتكلم فيها وعلي الدين برضه ذكرها في افتتاحات النيابه العامه. الفيديوهات اللي متصوره قبل كده ايا كان في مصر او خارج مصر هي اغلبها في مصر. تمام، ولكن احنا مش عارفين ايه طبيعتها، مش عارفين ايه نوعها، ولكن في فيديوهات قبل كده وفي جرائم قبل كده علي الدين عملها. وعلي الدين كان بيحضر زي نظام كذا فيديو او كذا مقطع بحيث ان هو يبتدي يبيع على الدارك ويب ويكتسب اموال. طيب هو علي الدين بيربطه علاقه باي حد تاني ولا الامر مغلق لحد عليه؟ يعني هو المتهم اللي حرض من نفسه، هل هو تم تحريضه ولا هو محرض من نفسه؟ من نفسه علي الدين. مفيش حد قال له على حاجه او مفيش حد هو اللي احنا لسه لحد الان معانا متهم والد علي الدين، لسه تحقيقات النيابه العامه وتحقيقات المباحث ما اثبتتش اما اذا كان المتهم ده على علم بان ابنه يفعل ذلك ام لا. هو انكر في التحقيقات قال انا ما اعرفش ان انكر، قال انا ما اعرفش ان ابني بيعمل كده، ولكن لسه برضه ما اتاكدناش. طيب في كلام اشيع او بيتقال في وسط الناس في الشارع، طبعا انت عارف الناس بتقول اقاويل كتير وحكايات كتير، اتقال ان طارق كان بيعمل جرائم شبه الجريمه اللي عملها في احمد ولكن في حيوانات، كلاب وقطط وحاجات زي كده، هل الكلام ده صحيح واعترف بيه؟ انا مش علمي بذلك، احنا بنتكلم في وضع في واقعه بذاتها. انا مش علمي اي جريمه طارق عملها قبل كده، ولكن احنا كنا حابين نوضح كل متهم على حداه في ذلك القضيه. تمام، هاخد من كلام حضرتك واكمل في حديثنا معاك. المتهم الرابع دوره ايه وايه التهم الموجهه ليه؟ اللي هو عامل الصيدليه. عامل الدليفري. عامل الصيدليه تحقيقات المباحث اثبتت ان هو مش على علم بالجريمه اللي حصلت ومش على علم بان طارق كان هيعمل كده، ولكن طارق كان موصل له
ان هو محتاج الاشياء دي منه عشان اخوه في عمليه ومش معاه فلوس وانا محتاج الحاجات ديت بسمه ان احنا اصحاب او احنا جيران او الكلام ده. انت شغال في قهوه وانا شغال في صيدليه وجنب بعضينا, فانا كنت محتاج الحاجات ديت علشان خاطر اخويا بيعمل عمليه وانا مش معايا فلوس دلوقتي, فجابها له بدون علم. تمام, خلينا نرجع تاني للمتهم طارق. اكيد جهات التحقيق استدعت اسرته واخدت اقوالهم. كان ايه اقوالهم في التحقيقات بالنسبه للواقع اللي ابنهم ارتكبها؟ لا, احنا اسره المتهم طارق ما فيش اقوال ليها وما لسه متاخدش اقوالهم ولا اي حاجه. لسه التحقيقات لغايه وقتنا هذا شغال, احنا بنتكلم على المتهم الاساسي طارق, المتهم الثاني الاساسي علي الدين, وباقي المتهمين كل متهم يتعاقب على جريمه اللي هو فعلها على حداها, ولسه المتهم اللي هو الثالث ابو علي الدين لسه ما اثبتناش اقناع علمي بالجريمه اللي ابنه فعلها او لا. يعني احتمال ابو علي الدين وعامل الدليفري اللي شغال في الصيدليه احتمال كبير دول يطلعوا من القضيه, واللي هيبقى معانا ثلاث متهمين اللي هو علي. مش احتمال كبير يطلعوا من القضيه ولا لا؟ لان مفيش اثباتات. لا, مش مفيش اثباتات عشان خاطر حتى لو انا طلعت من الجريمه ديت في جرائم انا اتعاقب عليها, ان انا ازاي ان انا ادي متهم زي دوت مواد مخدره او اديله مشرط او اديله حاجات لمواد تفيد العلاجات او تفيد العمليات. يعني الناس دي تم القبض عليها ومدانة بشيء اكيد, مش لازم يكون مثلا مدان بالواقعه بشكل مباشر, بس هو مدان بشيء تمس الواقع. بالظبط كده, بالظبط. ممكن حضرتك بقى تقول لنا تفصيليا كده كلام طارق في التحقيقات كان عباره عن ايه؟ يعني ايه اللي قاله بالظبط لو تتذكر؟ احنا مثلا محتاجين نعرف الحاجات البارزه في الكلام. ما الحاجات البارزه في الكلام التفاصيل اللي احنا كنا بنقول ان طارق اول ما نخلاه اشار ان هو يجري ورا المال هو بيع الكلى بتاعه. لما باع الكلى بتاعه اكتسب المال ده ان هو يشتري العفش, فكر ان هو لما يعوز اي فلوس يضطر ان هو يبيع عضو من اعضائه يكتسب مال عليه. من هنا ابتدى يتعرف عليه المتهم الثاني اللي هو علي الدين. وطارق يعني بالنسبه لعلي الدين كان فريسه, فريسه سهله, بتطلب منه اي حاجه بتحصل, بتطلب منه اي شيء بيتم. اي حاجه زي ايه؟ واحد بيجري ورا كسب المال. يعني انا النهارده لما اكون انا متعرف على واحد قبل ما اعرفه ب 24 ساعه واطلب منه الحاجات دي واعملها, تمام, يبقى انا بني ادم بجري ورا المال, بجري ورا المكسب, بجري ورا الفلوس. تمام, هو ده المتهم طارق اللي كان سهل للمتهم علي الثاني اللي خلاه وصله للكلام ده كله. وطارق اعترف انه ما ترددش في اي حاجه عملها, واعترف بالواقع بجميع اطرافها, والواقع ثابته بجميع الطرق, ثابته بجميع الطرق من جميع النواحي. طب بالنسبه بقى لموضوع الدارك ويب والديب ويب والانترنت, عشان الناس برضو بتسال, احنا النهارده عندنا في مصر هنا احنا بنستخدم 5% من الانترنت بس, يعني 5% من ضمن 100% من الانترنت. اما بالنسبه للعالم الخفي او العالم المظلم, الانترنت احنا ما نعرفش عنه اي حاجه بالظبط الا اللي احنا لسه بنكتشفه النهارده. علشان كده برضو السؤال طرح نفسه, ازاي طفل زي علي الدين دخل دارك ويب وتعامل عليه, ومعروف ان الحاجات دي مواقع صعبه وانك تدخل وتتعامل عليها صعب جدا. فالناس برضو يعني بتقول ان اكيد علي الدين مش لوحده, وراح علي الدين في الاول وفي الاخر هو طفل او بني ادم او طفل. لا, انا بالنسبه لي انا مش شايف ان ده طفل, لان تفكيره عدى كل الحدود, دماغه عدت كل المراحل, ان هو يفكر في الطريقه دي او في الموضوع ده يبقى ده عدى كل الحدود. انا بالنسبه لي انا كمحامي ده مش طفل, دماغه اكبر من اي حاجه. طب علي الدين ده بيستفاد ايه او ليه بيعمل كده والكلام ده؟ برضه من واقع التحقيقات ان علي الدين ده عنده لذه في ان هو يشوف حد متعور, حد مبوح, حد بيحصل فيه جرائم زي كده, وفي نفس الوقت عايز يكتسب المال فبيبيعه مع الدارك ويب. واعترف قال انا عملت الواقعه دي قبل كده كتير, بس ما كانتش وصلت للصوره دي. يعني ما وصلتش للصوره. نقطه مهمه جدا, هل الوقائع اللي عملها قبل كده كتير تمت داخل مصر ولا خارج مصر؟ والله هي بعضها تمت داخل مصر, يمكن كثير منها كمان مش بعضها بس, والباقي في دول اخرى. طيب, يعني هو اعترف ان هو عمل الوقائع دي وقائع مشابهه جوه مصر؟ مش مشابهه للدرجه دي. يعني مش مشابهه للدرجه دي.
تمام. واحنا ملناش علاقه بيها وما اطلعناش عليها ولا التحقيقات اثبتت اي حاجه فيها. لا التحقيقات لسه احنا هي هتخش بقى في المواضيع دي او هتفتح له في الجرائم ديت مع سير التحقيقات. دلوقتي هم اتفقوا ان هو هيدي المتهم الرئيسي طارق 5 مليون جنيه. هل الماديه العاليه كانت تسمح ان هو يديله 5 مليون جنيه؟ يا فندم تسمح او ما تسمحش، المتهم علي الدين كان بيوهم طارق. انت النهارده شخص قاعد في دوله الكويت، انا وهمك ان انا عندما اتخرج الاعضاء دي انا هبعت لك ناس تاخد الاعضاء دي واديك ال 5 مليون جنيه. يعني هو اتفق معاه ان هو هيحول له الفلوس دي؟ لا، اتفق معاه ان هو هيبعت له ناس تاخد منه الحاجه ديت، وبعد ما خلص الفيديو كول بينهم ابتدى ان هو يطلب منه شخص تاني. قال له لا، ده الاعضاء دي مش نافعه، او الطفل ده مش نافع، احنا عايزين طفل تاني في سن 8 سنين. فعلا حرضه ان هو يرتكب جريمه زي دي ثانيه. وابتدى طارق ان هو ينزل يدور على شخص تاني، لغايه طبعا ما اهل المنطقه كلموه ووصلوا له ان هو الطفل معاه. فابتدى طبعا ان هو يكتشف خلاص ان الموضوع انكشف، فما عرفش ان هو يكتب شخص تاني، فساب الجثمان وساب كل حاجه وابتدى ان هو يهرب. فعلا طارق اخترق، يعني دخل المنطقه اللي كان موجود فيها احمد، ويعني اوهم الناس انه مريض سرطان وقعد فيها شهرين وارتكب جريمته. هل ده الكلام ده صحيح ولا هو اصلا من سكان المنطقه وبقى فتره كبيره؟ سكان المنطقه. هو مش من سكان المنطقه، هو قتل من فتره قريبه، مش من بعيد. اما قصه السرطان والكلام ده انا ما عنديش علم بيه. انا الموجود والمثبوت ان طارق كان بايع الكلى بتاعته بطريقه قانونيه. طيب عايزين نتكلم مثلا مدى التوافق في كلام الاهل بين اللي قالوه للناس اللي هو علاقه المجني عليه بالمتهم، وان هو كانت علاقه كويسه بيه، وبين اقوالهم في التحقيقات لما اتحقق معاهم. هل فعلا كان المتهم بيستدرج المجني عليه ليه يرتكب الجريمه دي، وازاي وهو ما يعرف المتهم الثاني قبلها ب 24 ساعه؟ المتهم بالفعل كان له علاقه بالمتوفي رحمه الله تعالى احمد من ساعه ما جه المنطقه، ولكن ما كانش لسه يعرف ان هو هيعمل الجريمه دي. يعني هو كان علاقه بيه كطفل وكشاب، وبيقعد معاه وبيكلمه وبيصوره، كل الكلام ده كان علاقه بيه. انما هو من اول تغيب الطفل قبلها ب 24 ساعه كان متعرف عن متهم علي الدين، فابتدى اول حاجه يفكر فيها هو الطفل. يعني هو اول ما اتكلم معاه واتفق معاه تاني يوم كان بينفذ الجريمه فهمه. بالظبط كده. في حال ثبوت بقى التهم على المتهمين وثبوت الواقع عليهم، ايه العقوبه المنتظره؟ يعني خصوصا ان الطفل عليه الطفل لسه ما يجوزش عليه حكم الاعدام. طبعا قانون الطفل المشرع المصري المفروض ان الطفل دوت هيتحاسب قدام محكمه الجنايات لاشتراكه مع شخص بالغ نفس الجريمه. اقصى عقوبه ليه 15 سنه. اقصى عقوبه ليه 15 سنه. الا في حال اذا كانت المحكمه رأيت أن تعدد الجرائم لذلك الطفل تعدد ليه السن. يعني وارد ما ياخدش إعدام بسبب سنه يعني. بسبب سنه. مش وارد. وطارق القائم إن هو لم يطبق عليه حكم الإعدام بسبب السن. بإذن الله إعدام لا محالة. إعدام لا محالة. وأنا بتمنى جميع المشاهدين إن الإعدام ده يبقى لايف. او فيديو كول، لو مصرح ان احنا نعمل كده احنا هنعمل كده. كل الشعب المصري بيتمنى كده. في اعترافات المتهم الثاني قال ان هو ارتكب كذا وقعه زي كده، او حرض على ارتكاب وقعه زي كده. قال عددهم، قال عدد الوقائع اللي هو دي ما حرض عليهم. دي ما عنديش علم بيها والله. يعني عدد الوقائع او عدد الجرائم اللي هو فعلها قبل كده انا ما عنديش علم بيها، ولكن احنا اللي مركزين عليه اشد التركيز هو الواقعه اللي احنا فيها. لان الواقعه دي قضيه منفرده من نوعها. احنا عمرنا نسمع عن الدارك ويب والديب ويب والفيديو كول والكلام ده كله. احنا اول مره عدى علينا قضيه زي كده، واول مره نشتغل في قضيه زي كده، فاحنا مركزين فيها بشكل كامل. طيب المتهم اللي هو استدرج طارق وجابوا المنطقه وعيشوا معاهم وفي وسط الناس، اعترافاته في التحقيقات كانت ايه؟ ما يعرفش ان الواقع اللي طارق معانا خالص، ما عندوش علم بيه، ولكن اعترف انه بيتاجر في الاعضاء وليه علاقات بالناس دي. وحاليا هو يتعاقب بعقوبه سمسار الاعضاء البشريه او تجاره الاعضاء البشريه. يعني هو اعترف انه سمسار للاعضاء البشريه. طيب في حاجه حضرتك حابب تضيفها معانا تاني اخيرا؟ والله انا حابب اقول ان نخلي بالنا من اولادنا، ونخلي بالنا من الانترنت اللي بيستخدموه، ونخلي بالنا من الحاجات اللي بيتفرجوا عليها، لان احنا اصبحنا في مجتمع كله النهارده ماسك التيك توك او ماسك اللايفات او فاتح
أطفال ونساء ورجال، وكله ساعي إلى الكذب، كله ساعي إلى كسب المال. فخلي بالكوا عشان في حاجات خطيرة، وفي ناس كتير ممكن تبقى زي طارق، أو ناس كتير تبقى على الإنترنت زي علي الدين. فخلي بالكوا من ولادكوا، وخلي بالكوا من أطفالكوا، وأنت كأب تعرف ابنك رايح فين وجاي منين، وتخلي بالك إن ممكن في أي وقت يحصل أي حاجة أنت مش متوقع. بس شكرا لحضرتك، شكرا مالك.